كمان سمر جزء من شخصيتك انه ترفض تساير، يعني مسالم بس بترفض تساير. ما بساير بشغلي بمجالي بالكادر العمل بالمجال الفني، يعني انا ما فيني ساير مخرج كرمال اخذ دور، ما فيني اطلع عشاء وبلش حبيبي. طب لو سيرت اي ادوار كنت بتاخذ؟ اكيد كنت بليفل ثاني بتخيل، لانه كلهم بيلوموني على هذا الشيء، بيقولوا لي انت حدا مختفي، انت حدا ما كثير بتطلع وبتفوت معنا، انت حدا. انا ما بعرف اعملهم، ما بعرف ضل متواجد اني انا قاعد طب اعطوني دور، ما بتشبهني. ما بعرف اذا حدا عنده مسلسل اني انا بلش ابعث له مسجات واشتقنا لك. سمر قد عمرك؟ 33. 33 هلا انت جوليان؟ انا عمري صار 44. عرفتي؟ انا عشت بالضبط. انا عشت ليه عم تسال؟ معظم حي، لانه انا لما كنت بعمر اصغر كان عندي بعد هيدي، لانه اوكي في وقت واتس اوكي طبعا. عرفتي؟ الوقت هراني، هذا الوقت اللي انا منعزل فيه، معزول عن البشر، معزول عن كل شيء، بتعمل ضرر فيك هالشغله. انا بقول لهم حتى بهذا الدومين انا بحس حالي بعتني اني، لاني بحس حالي صغير بهذا المجال، فبحس انه الوقت لسه معي، فبريح بمطرح معين. ممكن انت ممكن لقدام بصير انا بعمرك اكيد ممكن. تخيل من هلا من هالعمر للأربعين انت انحرمت من الشغل اوكي ومعزول وعم تتراكم الاشياء معك. تخيل لوين معقول توصل انت. شو الضرر النفسي اللي صار معك؟ صرت شخص عم بصلي يوميا بشكل دايم لموت، بليز بليز بس موت، خذ روحي، شوف حدا بيقربنا مات بنقهر. طب ليه هو مش انا؟ هو بده يعيش، انا بدي موت، ليش مات هو؟ انا ما بديش لوم حدا. الحياه ما بتستاهل جوليان. انا لا عم اقول لك، انا ما بدي اجي ولوم حدا، ما بدي اعمل مشكله مع ماجي ومع غيري، بدي بس وقف بطل اعيش خلص. هذا الشيء انا بالنسبه لي بيكون افضل من كل شيء. بس هيدا استسلام جوليان. ايه استسلمت خلص، لسه ما عاد بدي كف. اهلك بعدهم عايشين؟ بيي توفى وامي موجوده. بس الحياه ما بتستاهل جوليان انك تماما شوي انك تحارب. ما انا ما شفت شيء في شيء. طب اذا امك اليوم سمعتك عم بتقول بدك تنتحر او ما بدك تكفي هالحياه، بعرف حتى شو بيكون كي كي ما هي بتشوفني وبتسمعني وعايشه معي. شو احساسها امك؟ شو بتقول لك؟ ما اكيد مقهوره عاد بي مات قهر عاد. شو اللي بيمنعك اليوم تشتغل شيء غير التمثيل؟ ما بدي بس لتكمل حياتك، يعني هو مثلا جزء مثلا. كيف هلا اليوم ما بدي اياها الحياه كلها اذا ما فيها تمثيل؟ ما بدي اياها. طب مين قال انه سعادتك بالتمثيل بقى؟ انا قلت، لانه انا بشعر بالسعاده بهالمحل.